وتزامنا مع تحدي دبي للياقة، طبعا أطلقت دبي للإعلام فعاليتها الرياضية المشي على القناة المائية، حثا منها موظفيها على تبني الرياضة أسلوبا ونهجا للحياة. الزميلة سالي سعيد كانت في الموعد. تحدي دبي للياقة الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يتعدى كونه تحديا رياضيا، بل يساهم وبشكل كبير في تعزيز مفهوم الصحة العامة وتشجيع المشاركين من جميع الفئات العمرية على تبني أسلوب حياة أكثر صحة. اليوم متواجدين في البيان دبي للإعلام التي أطلقت مبادرتها الرياضية المشي على القناة المائية أو الكنال ووك، تزامنا مع تحدي دبي الرياضي 30x30، والذي يقوم على أساس تبني 30 دقيقة من النشاط يوميا لمدة شهر كامل و30 يوم. للحديث أكثر عن هذه الفعالية معانا خلود محمد مدير الفعاليات. مرحبا بك خلود. صباح الخير. صباح النور. طبعا نشوف تواجد كبير من الموظفين من الصباح الباكر لحضور والمشاركة في هذه الفعالية الرياضية المميزة. خبرينا أكثر عن هذه الفعالية وكيف تقوم دبي للإعلام بمواكبة كل ما هو جديد في إمارة دبي. أولا صباح الخير، صباح النشاط، صباح السعادة. احنا كل سنة تقريبا احنا طبعا بالتزامن مع تحدي 30x30 نشجع الموظفين على الرياضة ونمارس الرياضة، ان كان في المكتب حتى ستريتشينج، رياضة صباحية. احنا اليوم في مبنى النشر، طبعا ما شاء الله كلهم مشجعين ونشيطين اليوم الصبح جايين عشان يمارسون الرياضة لمدة نص ساعة مشي على القناة، وطبعا يعني كلهم نشاط وحيويه ان شاء الله. هل بتشاركين انت في التحدي؟ اي اكيد طبعا. لا انزين، بالنسبه للشركاء الموجودين او الجو العام هنا كفعاليه، خبرينا منو الموجود معانا اليوم؟ طبعا معانا احنا اجنايت اللي هم طبعا المدربين المحترفين عشان يعطوهم التشجيع الاكبر. عندنا رايت بايت، عندنا مستشفى الزهراء، عندنا كذا مثلا فريش ماركت، كلهم اشياء صحيه وهيلثي ان شاء الله، ونتمنى لهم كل الصحه والعافيه ان شاء الله. يعطيك العافيه خلود. بس انا ابغى اسالك عن سياره الاسعاف الموجوده. هاي سياره الاسعاف طبعا جايه من قبل مستشفى الزهراء، طبعا ان شاء الله ما يكون في اي اصابات، لكن احنا طبعا لازم ناخذ احتياطاتنا. وراك يا خلود نشوف ان الهمه جدا عاليه وجدا متحمسين لهذه الفعاليه. خبرينا من وين الين وين بتكون الفعاليه، وهل بتكون فقط على الممشى المائي؟ هل بنبدأ التحدي من البيان؟ هي بنبدأ إن شاء الله من مبنى النشر، بنمشي بالممشى لين الجسر وبنرد مدة نص ساعة وبنرد إن شاء الله، وبيردون هني بياخذون السناكس والأشياء والجوسز إن شاء الله. Okay, so this is how this works. You're jogging nice and easy. Nice and easy as if you're, you know, you're just happy, happy, happy. And then I say American football and you're over happy. And you go down. All right, here we go. Here we go. Let's see, let's see. Nice and easy jog. Show me happiness. Show me happiness. Oh my God, it's such a beautiful day. The sun's out. I feel the sun on my skin. Lower, 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 lower. American football. Get down low. Keep going. Five. Four. Three. أمامنا دقيقتين بالضبط على انطلاق التحدي على ممشى القناة المائية التي نظمتها دبي للإعلام. لكن قبل ذلك خلوني أخذ مستر جيام، CEO and co-founder of Ignite. Good morning. Good morning. Good morning. How's the spirit today? Oh my gosh, it's so fantastic to be here with the team from Dubai Media Inc. Thank you so much for being here. Tell us, how did you feel the energy of all of the employees at the morning for going through this challenge? Well, look, it's been a few years now, well, since the start of the Dubai Fitness Challenge that we've been working with the team. And to see them all ready and energized this morning to take this on is fantastic. It's always hard early, you know, early start. Will they be up for something like this? But everyone has been more than up for this challenge.
كعادتها تتميز وتتألق مدينة دبي ليس فقط في استقطاب أهم الأحداث العالمية ولكن في صنعها، وهذا ما يمثله تحدي دبي للياقة 30 30، وهذا كان يومنا في دبي للإعلام.